بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المقصد أو المقصد من زكاة الفطر، فقال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم حكمتها وغايتها والمقصد منها: طهرة للصائم من اللغو والرفث، تطهر صيامنا مما علق به، مما نهينا أن يكون منا في رمضان، وغلب علينا طبع المعصية أو كنا ضعفاء فيقع منا شيء، فتأتي زكاة الفطر لتطهر الصيام ليصعد إلى ربي الأنام طاهرا مطهرا من اللغو ومن الرفث. فلله الحمد في الأولى والآخرة. وكذلك هو طعمة للمساكين. يوم العيد لا ينبغي أن يكون أحد مهموما بعيش أولاده، بعدم وجود ما يقتات، فأوجب الله على المسلمين أن يقدموا له طعمة في ذلك اليوم ليكون مسرورا. ولذلك نهت الشريعة يوم العيد أن نزور المقابر، وكذلك ما يفعله بعضنا إذا كان العيد أول إذا كان أول عيد لميته، ولو كان من شهور طويلة، المهم أول عيد، يقيم سرادقات العزاء من جديد ويجدد الأحزان. لا، هذا منهي عنه، لا تفعله ولا تذهب إليه ولو كان قريبا. العيد يوم فرح ويوم سرور، شرعت له هذه الزكاة، زكاة الفطر، وهي زكاة الأبدان. الزكاة العامة هي زكاة الأموال، وهذه اسمها زكاة الأبدان، ولذلك لا يطلب فيها النصاب، يؤديها الفقير والغني على حد سواء. من يملك قوت يومه زائدا عن قوت يومه يخرجه زكاة فطر. وإذا كنت تخالف في بعض الأحكام الزكاة أو زكاة الأموال،